احداث لقاء الشوط الاول، وهيبقى على يمينك منتخب الجزائر باللون الابيض وعلى شمالك منتخب مصر باللون الاحمر. بقول لحضراتكم الجزائر بيلعب 4-4-2، وعلي فرجاني طبعا قال انا هبدا بحرص لان الماتش في القاهره، انما شويه ادي لعبه خطر لمصر وبيطلع على طول دفاع الجزائر وطالع حنشاد وتقع يا خبر ابيض، وادي خشبه. الجزائري بيلعب 4-4-2 طبعا، دي طريقه دفاعيه. وليد صلاح الدين، وليد صلاح هيشوط بيلعبها لاحمد الكاس، احمد الكاس بيتعدي منه لاحمد ويرجعها ورا ياسر ادوان، بيلعب لعبه حلوه ولكن تيجي حلوه ناخدها على الطاير. وليد صلاح ولكن هنشوفها مره ثانيه اهو، ياسر ادوان بيلعبها مساحتها جميله جدا، ياخدها على الطاير دبل كيك ولكن تيجي على يمين حنشا. يلا يا راجل احمد الكاس هيلعب الضربه الحره المباشره، تتلعب طبعا دي على علامه الجزاء على طول، ولعبها مظبوط لكن يردها سلاتني طويل يلعبها بالعرض، ياخدها طارق العشري لعبد الله الصاوي، حلوه لهاني رمزي المرتده، وماشي ياسر رضوان، ماشي ياسر جنبه طارق فهيم، لهادي خشبه، هادي خشبه لاحمد الكاس، احمد الكاس اليمين حلوه لوليد صلاح، يلا يا وليد بيعدي، بيعدي وليد وبيلعبها على الشمال، شوت ده جامده طارق فهيم حلوه بس على شمال حنشاد هارد بلاك، لازم نشجع نشوفها مره ثانيه اهو. هادي وليد لعبها بالكعب حلوه لطارق اللي بيشوطها قنبله على يمين حنشاد، لهم مكانهم الافريقي ولهم مكانهم العرب. ياسر ادوان في الشمال بيلعبها لاحمد نخله لطارق فهيم في الشمال، عبد الله الصاوي لاحمد نخله، شوطه حلوه جت في دعم، برافو يا حنشاد، وتترد تاني لسلاطيني ولكن تترد مع هارد لك هارد لك هارد لك، فرصه حلوه قوي قوي تروح من مصر، فرصه حلوه تروح من مصر. لعبت في الشمال واول فرصه واصعب فرصه للفريقين، وتروح الماتش قنبله من احمد نخله تيجي في القائم وتيجي في حنشاد، وشايفين هتشوفها مره ثانيه اهو، قنبله تيجي في حنشاد والقائم، وحنشاد وهو طاير الظاهر يخبط راسه في القائم تقريبا، وهنا الحكم طبعا لازم يا كابتن مصطفى انه بيسمح بعلاج عشان تعمل واو، وترد لهاني رمزي، برافو يا هاني لسمير، تروح تاني لزروتي وهو لسه نايم، تتلعب طويله لوليد صلاح لوحده لكن صلاتني بيرد و حط جول، جوه الجول، جوه الجول، الجول الاول لمنتخب الجزائر، يجيبوا قاسي سعيد يا شايفوا تصفاوت، تصفاوت نمرة 10، يجيب الجون الأول لمنتخب الجزائر بعد مضي حوالي 42 دقيقة، لعبة من تصفاوت لقاسي سعيد يحطها قنبلة على شمال نادر السيد، ومعلش ده طبعا مش هيأثر على معنويات منتخبنا. واتلعبت لوليد صلاح الجزائر، وادي لعبه على طول لوليد صلاح، وليد صلاح ونقل على طول تاني لاحمد الكاس، والكاس ماشي نقل على طول لياسر رضوان، ترجع تاني لاحمد الكاس، والكاس بنقلها لطارق فهيم، وطارق يلعبها حلوه لعبد الله الصاوي ويقدر يشوط وبيلعبها يا خبر ابيض، لاحمد نخله اللي بيعمل فرمله حلوه، تروح عبد الله الصاوي تاني لوليد صلاح، يلا يا وليد بالشمال لطارق فهيم، طارق بيسقطها لوليد، وليد بيحاول يعدي ويلعبها لعبد الله الصاوي بالعرض، بالعرض يا تعدي من قدام احمد الكاس، هات لك والله فرقنا اولادنا بداوا يعملوا ماتش بالعافيه في الشمال لصلاتني اللي بيعدي يلعبها بالعرض ولكن تترد تاني بالعرضه، وشايف في هجمه مره ثانيه الحمد لله، شوفها مره ثانيه تعدي من ياسر رضوان ولسه ما خرجتش يلعبها بالعرض، ويطلع قاسي سعيد برده استخبط في العرض، وهادي على طول لاحمد الكاس اللي نازل بيستلم احمد وعدى لوليد لهادي تاني، وهادي يلعب كره حلوه في الشمال عند احمد نخل يقدر يلعب احمد وتلعب بعرض الملعب، وبيطلع على طول نازل عبد الله، لسه مع عبد الله الصاوي
وينقلها على طول لاحمد الكاس، والكاس على طول لوليد صلاح الدين، وماشي وليد وبيلعبها احمد الكاس. يا خبر ابيض، عايز ياخدها احمد مباشره على طول بوش رجله الشمال عشان تلف، انما تبعد شويه. معلش، نقلتين ثلاثه والله، وفرصه كبيره قوي بتروح اهو. بص احمد بياخدها بوش رجله الشمال، انما تلف مني. رمزي لسه مع هاني لطارق العشري لطارق فهيم. طبعا تيم الجزائر في نص الملعب، خدوا حضراتكم بالكم معانا، ضغط من دايره نص الملعب وبيقربوا قوي عشان الكوره يبقى فيها التحام. ادي شوطه حلوه، جول جول يا خبر ابيض، يا ولد يا ابراهيم يا مصري، كوره حلوه حلوه حلوه، يا خبر ابيض. 1-1 ابراهيم المصري لعيب هايل هايل هايل، استلم وفي لمحة البصر، في لمح البصر بيبعت صاروخ على طول ارض جو على شمال انشاد. يا عيني، كورة حلوة قوي 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 قوي، برافو ابراهيم المصري، لعيب كويس وبيثبت اقدامه فعلا. ابراهيم المصري اهو عنده ثقة ومفيش تردد، استلم وبص هيعدي ازاي، وعدى ومفيش على طول تردد، شاط على طول عشان تمشي في الزاوية البعيدة، وادي حنشاد اهو بيبص لها. كورة حلوة قوي 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 قوي. 1-1 بعد حوالي 16 دقيقة بتصبح النتيجة 1-1، وادي لعبة تاني لمصر، انما تيم الجزائر يستلم على طول. مفتاح يلعب كرة لمناد، ومناد يلعب كرة طويلة عند تصفاوت، انما عبد الله يا عدي لعب العرض، يا عبد الله لعب العرض حلوة، لكن تترد ليه يا وليد صلاح، تترد تاني، والله هجمات كويسة من منتخب مصر. وياسر تترد شمال لزروتي، ناخدها هادي خشبة، وعلى ساعتي انا حوالي 31 دقيقة تقريبا، واتلعبت على طول، وتاني بيطلع الجزائر، انما المرة دي ترجع لاحمد نخلة، ونخلة بيلعبها لقدام، انما طالع حنشاد قبل عبد الله الصاو ومسك الكور اللي بتتلعب هنا في الشمال ناحية ابراهيم ياسر رضوان لطارق فهيم تاني، لعبة حلوة لعبد الله الصاوي، لكن صلاتني طلعها ضربة ركنية لصالح منتخب الجزائر. لقاء النهاردة الشوط الثاني أفضل، في تحرك من الفريق المصري، في نقلات واختراق على الأجناب ولمنطقة النص برضو تتلعب. لسه جوه الملعب سمير كمونه بتترد، ولكن في دفعه تبقى ضربه حره مباشره، وشايف حمزه الجمل اللي خرج ذكري رقم 7، وهتتلعب الضربه الحره المباشره، وشايف حمزه الجمل داخل يشوط، وحمزه قنبله بس اتصد وتيجي في حمداني ويصفر الحكم.